تستمر القيادة العامة لقوة دفاع البحرين في استقبال المواطنين المتطوعين للقوة الاحتياطية، ذلك بعد فتح باب التطوع في القوة الاحتياطية للمواطنين من أقارب منتسبي قوة دفاع البحرين والحرس الوطني، استعدادا لانطلاق المرحلة الأولى من التدريب للمواطنين المشاركين في هذا التطوع. تلبية واجب الدفاع عن مملكة البحرين هو من أسمى معاني الولاء للوطن والقيادة. إذ هب المواطنون من أقارب منتسبي قوة دفاع البحرين والحرس الوطني إلى المشاركة في التطوع للقوة الاحتياطية مؤكدين الحرص على أمن واستقرار الوطن في جميع الأحوال من خلال الاستجابة اللافتة تجاوبا مع قانون القوة الاحتياطية من وصلني إعلان عن فتح باب التطوع للقوة الاحتياطية لقوة دفاع البحرين طبعا بدون أي تردد على طول قدمت وعبيت الاستماره ويايب اليوم بكل فخر واعتزاز ان اقدم اي شيء ممكن من خلال مشاركتي في هذا العمل التطوعي من اجل الوطن. وتسهم بعض التعديلات التي ادخلت على هذا القانون في تشجيع المواطنين على الانخراط في اداء هذا الواجب الوطني وذلك من خلال التعاون بين قوه دفاع البحرين ومختلف المؤسسات الرسميه والخاصه في المملكه. لإشراك المواطن البحريني في القوة الاحتياطية والتي تعد ذات أهمية كبيرة في أي بلد من ناحية البعد الاستراتيجي والأمني أول ما سمعنا بموضوع التطوع لخدمة الوطن من خلال قوة دفاع البحرين كقوة احتياطية لبينا النداء وهذه ما هو غريب على أهل البحرين ولا على أي واحد عاش وتربى وشرب وكل من خير هالبلد هذه اقل القليل اللي نقدموا، لحجت حجايجها، ما لها الا عيالها البحرين، ما يصير نقعد نقعد في البيوت، بالعكس ونلبي نداء نداء الوطن. اول ما شفت الخبر في السوشيال ميديا بشكل مباشر قدم طبعا هذا الشيء مو قريب على اهل البحرين كافه، ان هم لما يشوفون ديرتهم محتاجه لهم مباشره راح يقدمون ويكونون من ضمن القوه الاحتياطيه، وطبعا هاي شرف لي وحق كل بحريني انه هو يقدم في هذه الالتحاق في القوى الاحتياطية وتعد تلبية نداء الواجب الوطني خدمة جليلة وعظيمة لا تقل أهمية عن أي وظيفة أو مهمة يؤديها المواطن في أي موقع كان وأن الخطوات التي اتخذتها القيادة العامة لقوة الدفاع البحرين تأتي تعزيزا لمسيرة الأمن والاستقرار الذي تتمتع به مملكة البحرين